السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. عندي سؤال يا شيخ في مسألة فقهية مطالب بدراستها، مسألة أكل لحوم الإبل. شيخنا الحنابلة وأكثر المحدثين يقولون إن بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لكن شيخ ورد عن الصحابة وأكثر الصحابة وجمهور التابعين منهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان. قف 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 قف. أنت تقول ورد عن أبي بكر، ماذا ورد عن أبي بكر وأين ذلك؟ شيخنا أغلب الفقهاء منهم في المجموع النووي وواهب الجليل وأغلب المحدثين والفقهاء نقلوا عن صبرا يا حبيبي، صبرا صبرا يا حبيبي. تفضل. لينقل الفقهاء ما شاءوا أن ينقلوا، لكن نحن لنا الأثر وسند الأثر. فأنت إذا كنت طالب علم وتحرر أرجو منك رجاء، والله لا أقول ذلك تعنتا، أن تستخرج لي الآثار عن أبي بكر بأنه يرى جواز الوضوء من عدم الوضوء من لحوم الإبل، أو الآثار عن عمر أو عن غيرهم. أتمنى ذلك والله، لأن أنا قرأت كلام يعني إن شاء الله. صبرا بس اصبر علي، بس افهم الكلام. أنا قرأت كلام النووي في هذا الصدد وهو يقول نقل على الأئمة الأربعة عدم الوضوء من لحوم الإبل، لكن مما مست النار يختلف عن لحوم الإبل. نعم. مما مست النار يختلف عن لحوم الإبل. فأنا بس أطلب منك تخريج الآثار، ولك عندنا هدية كبيرة. إن شاء الله. الآثار عن الأئمة الأربعة، الصحابة الأربعة. لكن الخلاف قائم في الوضوء من لحوم الإبل للآتي ذكره. أولا، لبعض النزاع في ثبوت الخبر من عدمه. وإن كان فريق يجنح إلى تصحيح الحديث. ثانيا، هل قول رسول الله توضأوا من لحوم الإبل يساوي إن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء، أو أن هذا الأمر الاستحباب؟ واخد بالك؟ يعني في مثلا توضأوا من لحوم الإبل، هل هذه اللفظة تساوي لحوم الإبل أكلها ينقض الوضوء أو لا تساويه؟ دي مسألة ثانية. فالشاهد أن الخلاف قائم، والأحوط أن تتوضأ من لحوم الإبل الأحوط. أما الحديث الذي استدل به الجمهور على عدم الوضوء من لحوم الإبل، هو كان حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، هذا أولا ليس في لحوم الإبل إنما هو عام. نعم يشمل الإبل وغيرها، لكنه أيضا معلول، علّه أبو حاتم الرازي في الكتاب. نعم. تفضل. أصله حديث كان النبي يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فتركها ولم يتوضأ. نعم. الله يكرمك.